حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أكيد أولى مواضيعنا وهي المواضيع الدائمة في برنامجنا منذ أيام هو الترند العربي العالمي، هو ترند ما يحصل في غزة وفي فلسطين من انتهاكات ودمار وحروب وقتل النساء والأطفال وسفك الدماء من قبل المجرم الأرعن القذر أجلكم الله النتن ياهو اللي جاي يصير في فلسطين. أكيد كل لا والله مو كل، حتى ليش احنا نجمل ونكحل للبعض، اغلب او حتى هم مو اغلب عمي، بعض الدول اللي عندهم شيمة وعندهم نخوة هم ذول اللي يوقفون ويا فلسطين ويوقفون ويا اخوتهم في فلسطين ويا المقاومة وغيرها. اما باقي الدول فموقفهم ثابت، قسم لازمينها من الوسط زين ما له علاقة بالموضوع زين، وقسم هو اساسا مطبع وياهم فيدعو الكيان الصهيوني الى مدري شنو، عساك لا دعيت لا ريدك ولا ريد دعوتك زين، اتمنى انه توخر على صفحه. اما القسم الاخر اللي هو واضح وصريح بل ومساند في القضيه الفلسطينيه من ضمنها بلدنا الحبيب العراق، الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، سوريا الشقيقه و اليمن، هاي الدول وحتى لبنان، هذه الدول هي اللي تساعد، هي اللي واقفة بالضد من التطبيع وبالضد من الاعتراف بشيء اسمه الكيان الصهيوني. بل وحتى لم نصوت في القرار الأخير لأنه جاء ضمنا في الكلام أنها لو تم التصويت إيقاف الحرب بين الدولتين، لمجرد ذكر أن الكيان دولة فهذا اعتراف ضمني وصريح بأنهم دولة، هم يعني مو دولة، هم ناس محتلين. فحتى العراق أنه ما يعترف بهم رياضيا يعني رياضيا مرات هذا انسحاب ملاكم، لا هو ما يقدر يكتله ويحط عليه ويخلي دمه بالحلبة زين، يمر عدة مر عدة الله وكيلكم، بس هو ما يلعب وياه حتى ما يعترف به انه هو منافس انه هو دولة. خلينا ناخذ بعض الاخبار في هذه الفقرة وبعض المواضيع اللي ممكن انه تكون موجودة. كتاب القسام ذكرت ان مجاهدون يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غربي غزة واشتعال النيران فيهما. اكيد الصمود هذا هو من أجل الثبات وعدم ترك الأرض والدفاع عن الأرض، هذا هو ما يحصل في غزة وفي فلسطين. وأيضا من مصادر إعلامية، مقاتلو الفصائل الفلسطينية نفذوا عملية تسلل واشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي في منطقة إير شمال غزة. طبعا هذه آخر الأخبار والمواضيع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر سكايب الدكتورة هدى رزق. حياك الله دكتورة، أهلا وسهلا بيك في قناة الأيام الفضائية. أهلا وسهلا بيك دكتورة إذا كنت تسمعين. أعتقد أنه الاتصال غير جاهز، بين ما تجهز الدكتورة إن شاء الله نرجع نتواصل. خلي نشوف باقي المواضيع اللي عندنا. أيضا المتحدث باسم الداخلية في غزة يقول ندعو مصر إلى اتخاذ قرار تاريخي بوقف الكارثة في القطاع وهي قادرة على ذلك. أكيد أنه هذا الموضوع إحنا دائما ما نقول يابا للأخوة في مصر أنه أنتوا لازم تساندون إخوانكم في غزة وفي فلسطين، فتحوا المعابر، فتحوا المنافذ،
فتحوا الأنفاق، خلي الطب الشغلات اللي يحتاجوها الأخوة في فلسطين، خلوا موقفكم واضح وصريح بدعم القضية الفلسطينية. طبعا ما أتحدث عن شعب بالمناسبة، ما أتحدث عن شعب، أتحدث عن حكومة، أتحدث عن سياسة حكومة، أنه يجب أن يكون اتخاذ القرارات اللي هي بالضد من الكيان الصهيوني ومع القضية الفلسطينية. طبعا هذا اللي دائما ما نكرر ونحكي ونقول انه يابا لازم احنا نكون بهذا الموضوع. طبعا ترجع تنضم لنا الدكتورة هدى رزق. حياك الله دكتورة، اهلا وسهلا بيك ضيفة على قناة الايام الفضائية. دكتورة حياك الله، اذا كنتي تسمعيني. صوت اعتقد مخرجنا الصوت ما جاي يوصل للدكتورة او ما تسمعنا، ما اعرف بين ما يعالجون الصوت دكتورة، ما اعرف بعد يعني بين ما يتم العلاج وحل المشكلة. احنا راح نتحدث طبعا يعني ما اعرف ست اعتقد اذا ما تسمعين اعتقد انه المشكلة من يمها مخرجنا. أتمنى أنه يتم علاج هذا الموضوع حتى نرجع ونتواصل مع الدكتورة لموضوع في غاية الأهمية. أكيد الصحة الفلسطينية تقول حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي في غزة تجاوزت 8000 شهيد. طبعا هذا الرنج وهذا التصاعدي، الخط البياني التصاعدي في الشهداء. بالمناسبه ما ادري شفت يا مراسل جزيره، ما ادري العربيه، ما ادري سكاي نيوز العربيه، ما اعرف مراسل شفت طلع يحكي لازم المايك، يعني شلون لازم المايك وده يقدم ستاند وما اعرف شنو، والحصيلة لأحد عشر شهيدا ورا شوي قال عفوا قتيلا. ليش جاك كوردر يعني مثلا انه دولة مو شهداء؟ يعني جاك كوردر لو انت تذكرت انه راح ينقطع رزقك مثلا. اخي انت عربي خليك واضح، هاي قضيتك، لا تبيعها حتى لو كنت تشتغل في قنوات بالضد من هذه القضية. هاي قضيتك لا تبيعها، لا تتخلى عنها. اليوم الكلمة هي اللي الفارق في هاي الحياة. كبرت الكلمة. هذه الكلمة قالوا للإمام الحسين عليه السلام سيد شهداء أهل الجنة، قالوا له هي كلمة قلها وانصرف يا ابن رسول الله، قلها وانصرف، هي كلمة. قال لهم كبرت الكلمة. وهذا الكلمة اليوم اللي احنا نقولها لو تتعارض ويا قناتك عمي روح بطل، هي كلمة. فانت تطلع لي 11 شهيدا ورا شوي عفوا قتيلا، يعني حتى بهذا ما لو اشوف مثلا باحدى القنوات ايضا القنوات العربيه، انا ما اعرف اياها لو سكاي نيوز لو العربيه ما اعرف، واحده منهن مستضيفه رجل يعني مجاهد من احدى الفصائل في فلسطين، و تذب اللوم عليه وكانه هو الخاطئ، وأنتم لماذا لم تتوقعوا هذا الشيء؟ ولماذا داهمتم؟ ولماذا فعلتم؟ ولماذا؟ ولك أنت عندك ضمير، عندك إنسانية، جاي تشوفين اللي جاي يصير بغزة يوميا؟ لا غير واحد يفتهم. بس هي ما أعرف، هي الكل ما أعرف شنو 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 غايتهم. زين ما اعرف مخرجنا اذا تم تامين الاتصال. زين طبعا راح يتم تامينه من جديد. فهذا الموضوع اللي نتحدث به انه يا اخوان هي كلمه
انت عارضت مع مبادئك، خلاص هذا هو. اهم شيء مبادئك، اهم شيء ضميرك وانسانيتك، اهم شيء قضيتك، وقضيتك هي فلسطين والقدس والمسجد الاقصى، اهم شيء، والكثير والكثير من الامور اللي نتحدث بها. فهذه المواضيع يا اخوان يجب ان تكون يعني واضحه. طبعا للمره الثالثه، واتمنى ان تكون الثالثه ثابته، دكتوره هدى رزق حياك الله، ضيفه عزيزه على قناه الايام الفضائيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتوره. بالبدايه كنا نتحدث عن ما يحصل في غزه من قبل الكيان الصهيوني، وعن الدعم العربي او الدعم من بعض الدول اللي صار للقضية الفلسطينية، ورأينا الداخلية في غزة تطلب من مصر أنه يكونون متضامنين مع غزة ومع فلسطين وبعض الدول الأخرى. شنو رأيك حول هذا الموضوع دكتورة؟ يعني أعتقد أولاً أنه مصر هي الأكثر دولة التي يمكن أن تساعد غزة، ولكن للأسف لغاية اليوم لم تستطع مصر حتى إدخال المساعدات إلى غزة، وهذه المسألة دقيقة جدا. مصر تقول بأنه هناك مشكلة، والمشكلة الأساسية هي أن هناك محاولة ترانسفير من غزة إلى مصر، بمعنى أنه هناك محاولة تهجير الفلسطينيين إلى غزة. ولكن ربما كان هناك محاولة طبعا إسرائيلية لهذا الفعل، ولكن مصر تستطيع اليوم. مصر هي الدولة العربية القوية، هي الدولة صاحبة 105 مليون مصري، هي التي فعليا إن اعترضت وإن هددت بشيء، يعني بأنه يجب إدخال على الأقل المساعدات والطبابة، وايضا فعلت وسطتها، فربما يعني مصر الاقدر على ان تلعب دور الوساطه اولا، وليس فقط الوساطه، تلعب دورا سياسيا مهما بوجه اسرائيل. طيب لماذا لا تلعب هذا الدور الان يا دكتوره؟ لماذا لا تقوم بهذا الدور الان؟ ما المانع من هذا الموضوع؟ طبعا يعني مصر اعتقد بانها تقول بانه هناك مشكله، هي انه لديها اتفاقيات مع اسرائيل، ولكن السؤال الاساسي لماذا تقف هذه الاتفاقيات بوجه كرامه مصر؟ اليوم مصر هي الدوله التي تتفرج على هذا القصف الهائل الذي يتعرض له اهالي غزه، وبالتالي من واجبها أن تتدخل، ومن واجبها أن تقف ضد الإبادة، إبادة الشعب الفلسطيني. فهي لا تقوم بذلك لأنها وقعت مع إسرائيل اتفاقيات، وهذه بموجب هذه الاتفاقية مصر انسحبت من الدفاع العربي المشترك. دكتورة، هل الاتفاقية مقابل سفك الدماء وقتل الأطفال والنساء؟ اتفاقية مقابل دماء هل حصلت في العالم من قبل؟ أي اتفاقية تحدثون عنها؟ والأطفال في غزة تقصف كل يوم، والنساء كل يوم تقصف. أنا أعتقد تماما بأن مصر تختبئ وراء هذه الاتفاقية، ولكن مصر تستطيع بشكل كبير أن تتخطى هذه المسألة، وتستطيع هي أن تقوم فعليا بمساعدة الشعب في غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني. ولكن يبدو أن هناك بعض الدول العربية التي تقف متفرجة، ومصر من بين هذه الدول، بالرغم من أن حركة حماس قد فوضت مصر وقد فوضت قطر بأن تقوم بالمفاوضة مع إسرائيل، بالرغم من ذلك نرى بأن مصر لا تلعب دورها في الدفاع عن فلسطين. طيب. وهذا تخاذل كبير. الاختباء وراء الاتفاقية هذا يعني تخاذل بالنسبة إلى المصريين. طيب دكتورة، تحدثنا حتى عن الإعلام. نعم. في بعض القنوات، وفي القنوات العربية تحدث بعض الإعلام يكون مع القضية الفلسطينية وساند القضية الفلسطينية وما يحصل في غزة، وإعلام آخر وكأنه ليس هنالك أي شيء، وحتى في بعض الدول
موسم الرياض، غيرها من الحفلات والكثير من المهرجانات حصلت، والإعلام يتحدث عن وجود شهداء ويقول بعدها عفوا قتلى. ما هذا الشيء؟ يعني أعتقد بأنه بعض الدول العربية التي تطبع مع إسرائيل والتي تريد التطبيع مع إسرائيل هي تقول بأنه المشكلة التي حصلت بين إسرائيل وبين حماس، وهي ليست بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، هي تدعي بأنه حماس هي يعني حركة ليست حركة تحرير، إنما هي حركة تمت إلى الأخوان المسلمين، وبالتالي مصر التي تعادي الأخوان المسلمين، أيضا السعودية وبعض الدول كالإمارات التي تقف وجه الأخوان المسلمين تجد حجتها في هذا الموضوع لكي لا تدعم القضية الفلسطينية، رغم أنه يعني اليوم الادعاء بأنك تحمي القضية الفلسطينية هذا يعني بأنك تناصر المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية بدأت منذ أيام الشقيري، منذ الستينات لغاية اليوم، ربما تحت وجوه مختلفة، إن كانت تحت وجه منظمة التحرير الفلسطينية أو إن كانت بوجه مع المنظمات الأخرى، إن كانت جبهة ديمقراطية، إن كانت جبهة شعبية، وانتقلت اليوم إلى الجهاد، إلى 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 حماس. هذا يعني أن كل هذه الحركات هي حركات فلسطينية، هي تريد تحرير الأرض الفلسطينية. اليوم حتى مع هذه الدولة الفلسطينية التي أقرت حل الدولتين لم يكن حلا فعليا، لأنه حسب ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي الذي كان في بيروت وانتقل إلى العراق، هو يقول بأن هذه الدولة هي غير صالحة لكي تكون دولة فلسطينية، لأنها دولة تشبه جلد النمر. هذا يعني بأنك اليوم هناك رام الله وهناك استيطان، هناك الضفة الغربية وهناك استيطان، وأيضا هناك رام الله غزة وهناك استيطان. هذا يعني بأنه منذ البداية لم يكن هناك هما فعليا لقيام دولة فلسطينية، وكان هناك هما فقط لكي تكون هناك مجموعات فلسطينية تحت السلطة الإسرائيلية. وقد شاهدنا كيف أن هناك جرى في هالفترات الماضية، كيف أنه جرى محاولات لتوطين يعني الاستيطان ولكي يتم تحجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح وغيرها وحوارة وغيرها. فلذلك اليوم أعتقد أنه بعض الدول العربية تريد الانتهاء من القضية الفلسطينية، وهي تريد الانتهاء من ليس من حماس فقط، ولكن من القضية الفلسطينية ومن الجهاد الإسلامي. هل تريد تتخلى عن المبدأ دكتورة؟ تريد التخلي عن المبدأ؟ تقف عائقا دون أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل وعلاقات مع الإسرائيليين. نعم دكتورة، الموضوع أصبح هنالك أبرياء من نساء وأطفال، والقضية أصبحت ليس قضية فصائل وكتائب وغيرها. اليوم الفصائل والكتائب هي عندما تطلق الصواريخ أو تضرب على قاعدة عسكرية أو ثكنة عسكرية أو جيش، حتى الأسرى هم أغلبهم من الجيش، ولكن في المقابل الكيان الصهيوني يطلق على المباني السكنية، على الأطفال، على النساء. إذن هي أولا حرب غير متكافئة في الشرف ولا متكافئة في العتاد والصواريخ. صحيح. يعني طبعا نحن نعي تماما والعالم بأجمعه يرى بأن هناك قتل للأطفال، هناك قتل للنساء، هناك قتل لعائلات. اليوم أكثر من 200 عائلة جرى محوها عن فكرة أبيها، وهناك اليوم قصف للمستشفيات تحت شعار أن هناك أنفاق تحت المستشفيات، وهذا كله لكي تنتقم إسرائيل، تنتقم للعملية التي حدثت في 27 الأول. ولكن اليوم العالم العربي يقف متفرجا، وهذا يعني وكأنه العالم العربي هو يتآمر مع إسرائيل ضد ومع الولايات المتحدة الأمريكية ضد غزة. وبالتالي أعتقد تماما بأنه هناك خوف من حاملات الطائرات التي وبعض القوى الغربية، معظم كل الدول الغربية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، التي أتت إلى منطقة الشرق الأوسط. ولكن السؤال، هل تستطيع كل هذه، يستطيع الغرب، تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، وتستطيع كل هذه الدول الغربية أن تقضي على العالم العربي إذا كان العالم الإسلامي والعربي وقف بصوت واحد
مع القضية الفلسطينية ومع عدم ذبح الأطفال وعدم أعتقد لا، ولكن المشكلة لا زالت هي نفسها. هناك تشرذم كبير لدى الدول العربية، وهناك تعامل مع الإسرائيلي للخلاص من القضية الفلسطينية والخلاص من الفلسطينيين. طيب دكتورة، حدثيني عن انقطاع التواصل مع سكان غزة في الأيام اللي مضت، أنه اللي سمعناه ووصلتنا من أخبار لا كهرباء لا ما لا انترنت ولا كل شيء، ولا حتى يعني اتصالات هاتفية، انقطعت الأخبار. حدثيني ما هو الجديد، هل تم التواصل مع سكان غزة؟ هل هم بخير الآن؟ حدثيني عن آخر التطورات. مع قطاع غزة، وفي الحقيقة كل الأخبار تقول أنه عاد التواصل مع غزة اليوم، ولكن في هذه الفترة مارست إسرائيل كما مارست في عام 1982 في لبنان، عندما قطعت الاتصالات والتواصل وعتمت، أصبح هناك انقطع للتيار الكهربائي لكي تقوم بمجزرة صبرة وشتيلة في لبنان. هي قامت بهذا الشيء في غزة منذ يومين لكي تقتحم من البر ومن البحر ومن الجو، كي تقتحم على ضفاف غزة، لكن لم تستطع أن تدخل إلى غزة لأن هناك جرى يعني التصدي لها، وهذا التصدي لها كان فعلياً أعطب المللات التي وقفت على تخوم غزة. أعتقد اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم ادعائها بأنها طلبت من إسرائيل بأن لا تقوم بالعملية البرية لكي يتم التفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى الذين لهم علاقة الذين لهم جنسيتين، جنسية إسرائيلية وجنسية أمريكية. ولكن أعتقد جازمة بأن القوات الأمريكية وكذلك الأمر الجنرالات الأمريكيين المتواجدين اليوم في إسرائيل هم يقومون بالتخطيط بشكل كبير للدخول الإسرائيلي إلى غزة تحت شعار بأنه بايدن قال بأنه لا دخول وأن هناك وسطات، ولكن يبدو بأنه هذا كلام إعلامي فقط. طيب، هذا كلام بذر الرماد في العيون، ولكن فعليا إسرائيل بواسطة مع الجنرالات الذين يقولون بأنه غزة ربما تشبه الفلوجة وربما تشبه المناطق البصرة، المناطق التي خاضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عمليات مع الحشد الشعبي من أجل التخلص من داعش، هم يقومون بنفس هذه العملية، وهم يطلقون غاز الأعصاب على غزة وعلى الأنفاق من أجل التخلص من حماس، وأيضا من أجل التخلص من المقاتلين. طيب، الذين دكتورة، يقومون بالمقاومه، مقاومه الدخول الاسرائيلي. اريد انه اسالك بموضوع الموقف العربي من قبل بعض الزعماء والرؤساء في الدول العربيه. شاهدنا البعض كان كلامه واضح وصريح وحتى دعمه وارسل الكثير من المساعدات الى غزه عند فتح المعبر لساعات قليله او دقائق، والبعض الاخر وحتى أصبحوا يدعون أبناء شعبهم أنه لن تكون هنالك مظاهرات ولا احتجاجات، وأننا لست لدينا أي علاقة مع غزة، وهذا ما حصل عند بعض المشايخ في السعودية وبعض الدول. هل هذا الموضوع صحيح؟ هل نحن ليس لدينا أي شيء يربطنا مع غزة ومع فلسطين؟ هل أين العروبة؟ أين الإنسانية من هذا الموضوع؟ يعني أعتقد اليوم بأنه بعض الدول العربية هي التي تريد أن تطبع مع إسرائيل، وهي تعتبر بأنه ما تقوم به، ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو خطأ، هي تعتبر أن هذا الذي حصل هو خطأ، وهي تحمل حركة حماس، تحملها مسؤولية ما يحدث، وهي لا تحمل إسرائيل هذه المسؤولية. للأسف هناك دول عربية تعتبر بأنها تقوم، يعني أنها قامت بواجبها منذ زمن طويل مع المقاومة الفلسطينية ومع فلسطين
فلسطين، وهي اليوم تريد أن تنسى أن هناك فلسطين وأن هناك فلسطينيين وأن هناك قضية فلسطينية. نعم. وهي تعتبر بأنه بأنها اليوم تريد أن تراعي مصالحها وتقف مع مصالحها، وهي ترى أن مصالحها اليوم مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتورة هدى رزق، شكرا جزيلا لجنابك، كنت ويانا في عبر السكايب من بيروت. شكرا جزيلا دكتورة هدى على اطلاعنا على اخر الاخبار والتطورات حول ما يحصل في فلسطين وقطاع غزة. مثل ما سمعتوا وشاهدتوا مشاهدين الكرام، ان ما يحصل في غزة هو او هي كارثة انسانية كبيرة جدا، من يقف ويتفرج سيذكره التاريخ فيما بعد في خانة التخاذل والجبن والخوف وبيع الضمير وبيع الإنسانية، ومن يقف بالضد من تصرفات الكيان الصهيوني ويساعد ويساهم ويقف مع الأخوة والشعب الفلسطيني وغزة وحتى المقاومة الفلسطينية، سيذكر في خانة الأمجاد والبطولات والتاريخ الناصع والمشرف. دول تاريخ ناصع ومشرف وكبير، ودول ستصبح في مزبلة التاريخ. هذا هو ما سيذكره التاريخ مستقبلا أكيد. التايمز البريطانية تقول صحفيو بي بي سي يتهمون المؤسسة بالتساهل مع إسرائيل وتجريد المدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم. اقرأوا الخبر جيدا، التايمز البريطانية، الخبر واضح وصريح. راح نتحدث عن هذا الموضوع. صحفيو بي بي سي، صحفيو بي بي سي، كلكم تعرفون من هي بي بي سي، يتهمون المؤسسة بين كوتيشنين بالتساهل مع الكيان وتجريد المدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم. هذا الموضوع إذا أريد نتحدث به أكثر يجب أنه نخلي ببالنا شغلتين. هاي الشغلتين، أنه أولا ما حد راح يوقف وياك ويساندك غير يعني الشخص المؤمن بيك والمؤمن بقضيتك، زين، ولا تنتظر من الغربي أنه يكون يعني وياك، وحتى لو كتبت له رسالة بالأجنبي، حتى لو مناشدات، لا تنتظر منه أنه يكون وياك، لأنه هو عمره ما كان وياك في هذا الموضوع. أما عن قضية الصحافة، إحنا كنا نعرف البي بي سي والمدري شنو هاي مالتهم السي إن إن وهاي القنوات، أو حتى التايمز نفسها وحتى نيويورك بوست وغيرها والجارديا، أذني كل الصحف العالمية ورويترز وذني كلهم هم مع الكيان الصهيوني. ليش ننتظر منهم أن يكونون مع فلسطين؟ زين، فهذا الموضوع اللي إحنا جاي نتحدث به، إنه يقولون المؤسسة تتساهل ويا فلسطين ويا الكيان الصهيوني، زين، وتجرد المدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم. هو هذا اللي جاي يصير، هذا اللي جاي يصير يا أخوان مع الأسف. خلي نكمل أخبارنا ومواضيعنا. طبعاً يعني البي بي سي وكل هاي الوكالات، بس هذا موضوع مهم لازم إنه إحنا ننبه عليه، إنه يابا ترى هذا الإعلام جاي كيل بمكيالين. هاي السياسة القذرة اللي جاي تحصل بالإعلام الغربي وحتى بعض الإعلام العربي المطبع الخانع الجبان، الإعلام الذي يدافع عن 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 تصرفات الكيان الصهيوني، الإعلام المطبع الذي سيذكره التاريخ في خانة المزبلة، أجلكم الله، مزبلة التاريخ. طبعا هذا اللاعب، هذا اللاعب الجزائري، الرابطة الفرنسية قررت أنه توقف هذا اللاعب اللي هو اسمه يوسف عطال مدافع نيس 7 مباريات بسبب تضامنه مع غزة. هذا اللاعب
ليش هذا هيك يوقفوا هذا اللاعب؟ لانه لانه قال يوم اسود لليهود. يقول لك ياتي ذلك بعد ان نشر مقطع فيديو، نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يدعو الى يوم اسود لليهود، وفتحت النيابه العامه في نيس تحقيقا بتهمه الدعوه الى الارهاب. جا وين الحريه الشخصيه اللي تحجون بيها؟ جا انتم حلال عليكم واحنا حرام؟ غيرنا واحد يفتهم انتم حلال عليكم واحنا حرام، انتم تنشرون وتساندون واحنا حرام. يوم اسود لليهود قالها كلمه او جمله من ثلاث كلمات، ايمو اليهود واسرائيل والكيان الصهيوني سووا ايام سودة على غزة وفلسطين، قاموا يقتلون النساء والاطفال ويقصفون المستشفيات والمدارس والملاجئ. ايمو هذا اللي جاي يسووا ذول القذرين اجلكم الله، النتن ياه وربعه، هذا اللي جاي يصير. هذا اللاعب وقفته والله لانه قال رايه، قال رايه، بينما من يتعاطف ووقف مع الكيان الصهيوني انه انسانيه، يا الهي انه انسانيه عاليه. تبا لكم ولانسانيتكم ولضمائركم فحظيره الاطهر من اطهركم. هذا بعض ما لدينا. طبعا كثير من الأخبار والمواضيع اللي نتحدث بها. يقول هاي اللقطات تظهر آثار الدمار الذي خلفه صاروخ أطلق من غزة على بلدة كريات أونو في إسرائيل، مصدر رويترز. طبعا ليش احنا جاي نطلع هذا الموضوع؟ أتحدث عن الصمود والقوة للمقاتلين، يجب دعمهم، ليس فقط إظهار الحالات المأساوية. العالم كله شافه خلاص، ولكن الآن يجب أن نظهر القوة والصمود لدى المقاتلين في فلسطين، وهذا هو خير دليل. هذا من فلسطين، من استهداف صاروخي، عفوا من الكيان الصهيوني، استهداف صاروخي لأحدى المدن. الله يهلككم إن شاء الله، الله يهلكك يا الأصلع يا الأقرع. كأنك هو هاي أنا بس أردفتهم حشة خلقة الله سبحانه وتعالى، إنا خلقناكم في أحسن. هذا وجه أنا بس أردفتهم عمي، ماكو هيك وجه والله العظيم. زين وجه هذا كأنك أوريول روميو أبو برشلونة، هذا الارتكاز زين خزانة كل ما يطلع برشلونة تقول. المهم هذا وجه، لو هذا مخلي له هاي فوق راسه، لا هي عرقشينة، لا هي شفقة، لا هي كاسكيتة، لا هي كليتة، هذا مخلي له هاي فوق راسه. ما وجوههم يا أخي، وجوههم ما بيها نور، نور نور محمد ما بيها، هاك حلو أبو زايد كون. زين ما هاك شوفه، شوفه مخلي هذا همي فيك، يمكن همي فيك، مخليات جهاز هنا عدو، مخليات جهاز هنا لاسلكي، همي فيك، ومطبب التيشيرت، هم عندهم ناس تفيك، لان هم جبناء، هم جبناء. حسب المناسبه هسه انت شيل سلاح، هو خي شيل سلاح وروح واجهه، يشرد يروح يقعد لك ورا الصاروخ، ها يطلق لك صاروخ، مو جبان، فيس تو فيس جبان. الله يهلككم ان شاء الله ويهلك مدنكم وشوارعكم واحد واحد. اي من كون دفنوك بهاي الحفرة، كون هيك توقع ويدفنوك بيها. زين جاي تدور يل الله كارثة. ايضا هذا خبر داخلية غزة، ندعو مصر الى الانحياز للعروبة والانسانية واتخاذ قرار تاريخي بفتح معبر رفح بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الكارثة في القطاع، وهي بتاريخها ووزنها قادرة على ذلك. هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل مع الدكتورة هدى. ما يحصل، تدعو الداخلية في غزة
مصر إلى ماذا؟ تدعوهم إلى ماذا؟ إلى الانحياز للعروبة. واخر العروبة على صفحة وتفرها عمي، اضربها شلاق للعروبة، اضربها شلاق واخرها على صفحة، خاتولي العروبة، خاتولي. والإنسانية، عم الإنسانية خاتولي يلا، هم ما نريد إنسانية. واتخاذ قرار تاريخي، عوف التاريخ هم ما نحتاجه، بفتح معبر رفح بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الكارثة. الكارثة. قلت لك عوف العروبة، عوف الإنسانية. كارثة، هذه كارثة في القطاع، في قطاع غزة، بل الأدهى من ذلك، بتاريخها ووزنها قادرة على ذلك. هذا بشرفكم، قلت لكم عوف للعروبة خليها على صفة، عوف للإنسانية، عوف للمدر شنو. أخوان هذه كارثة، ما يحصل في عمي. تمنيت حدود نووية، حدود فلسطين، لا وحق ربكم إذا مو الولد من الصبح محملين ورايحين وطابين محررينها عن بكرة أبيها، زين، وحالات الرواح يأخذولهم، لا يخلون مساعدات، لا طبية، لا أكل، لا شرب، كل شيء يأخذولهم، زين. تمنيت إنه دولتنا يعني أو فلسطين هي بحدود دولة العراق. لا وحق ربكم، عندنا أبطال من الحشد الشعبي والقوات الأمنية بالقرآن الكريم يطبون بحلق الجسمة، زين، ويسدون أكبر حلق ويجيبون الحق ويرجعوا لأهله، مثل ما طبوا للمحافظات وحرروها من القذرين داعش وغير داعش، زين، يجيبون الحق ويرجعوا لأهله. بس هي زلم عن زلم تختلف، هي زلم عن زلم تختلف، هي واضحة يا أخوان، واضحة، زلم عن زلم تختلف. أمجد يقول المعبر سيادة مصرية فلسطينية، لكن للأسف موقف مصر ضعيف جدا جدا، وليس لقيادة مصر الشخصية المهيبة التي تجعل أي دولة تعمل حساب لكلمتها على حدودها ومعابرها. كان الله بالعون، كان الله بالعون. أما سارة تقول مصر بقت أصغر وأضعف مما كان نتخيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي خلوا وضعنا بالشكل ده. هذا بلهجتهم. أحمد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أننا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم أن الأمر أمرك والملك ملكك والحكم حكمك ونحن عبيدك بنو عبيدك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تنصر إخواننا في فلسطين. آخر تعليق يقول مصر أصبحت كجنوب السودان، لا قيمة لها في ظل الحكم العسكري. طبعا مشاهدين الكرام، هذا آخر تعليق وآخر موضوع في فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا، استمعوا لما قال هذا الشاعر العراقي الذي قال بعض الكلمات الجميلة جدا. استمعوا هذا الفيديو، أي شيء يرجع مثل قبل، لو أي شيء يرجع مثل ما تسوي شيعة أمير المؤمنين، زين، هو كل شيء. والله يا عمي صدقت أيها الشاعر، سيد علي السيستاني انطفته، طلعت الزلم من كل بيت، من كل حارة، من كل منطقة، زين، كبار وصغار، حتى نسوان عم رادت تطوى وتطلع، نسوان كبار هدن، زين، قال عمي هذا بلدنا، طلعوا وراحوا مشطوا المحافظات ورجعوا، سووا لهم شو اسمه ورجعوا، زين، أو أي شيء مثل العراق. طبعا لا، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده يا مخرجنا، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. يا رب تكون ضربات يعني بالهدف ان شاء الله، ضربات بالهدف وبمعاقل الصهاينة، زين، هاي ضربات الأبطال في المقاومة الفلسطينية ان شاء الله بقلب نتنياهو، زين، وان شاء الله والله احنا ما نتمنى انه نقتل نساء واطفال، بس هو
هم كلهم هم صهاينه، هم صهاينه، فما بيهم خير. يعني ما بي هم صهاينه والصهيوني، صهيوني صغير ما يفرق عن الصهيوني الكبير، ما يفرق، ما يفرق. فهذا الصواريخ وابطال المقاومه مو بس صامدين، صامدين ويدزون، يدزون كم واحد لتل أبيب وإسرائيل. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. هذا الفيديو من قلب تل أبيب، طبعا يدفعون الملايين الملايين على السوشيال ميديا على مود ما تطلع لنا هاي الفيديوهات، بس الحمد لله وشكر تطلع لنا. هذا الفيديو من قلب تل أبيب، أيضا الرعب ماليهم والصواريخ جاي تنزل عليهم، ما شاء الله هم جاي يسلسون بيهم شوية شوية. زين، فهذا الفيديو من قلب تل أبيب. زين، يدفعون، قلت لكم يدفعون عليه فلوس على مود ما تطلع هاي الفيديوهات، يدفعون عليهم فلوس. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. طبعا العراقيين ساندون بكل الكلمات وكل المواضيع وكل اللي جاي يصير حاليا، هم يساندون سواء بالمساعدات، سواء بالكلمات، سواء بالأشياء اللي يتم إنتاجها على مود الرفع من القيمة ورفع المعنويات لدى المقاتلين والمقاومة الفلسطينية وكل أهلنا وشعبنا في فلسطين. اللهم يعني سد ضرباتهم على الكيان الصهيوني، وفرج عنهم وارحم شهدائهم جميعا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه، نقولكم في امان الله.